ها نحن نلتقي مجددا في هذا الموسم الجديد في برنامج أهل الذكر الرمضاني. نعيش مع رمضان وما يتعلق بهذا الشهر الكريم، نعيش مع الصيام وأحكامه ومشروعيته ودلالته. الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ما حكم من أدرك رمضان وعليه قضاء من رمضان السابق؟ فلا تصح الفاتحة إلا بقراءة البسملة. معنا أيمن من كرين، تفضل يا أيمن. سؤالنا، الله يسلم لحالك سيادة الشيخ، بس عشان زكاة الفطر نزولها، هل يجوز ننزلها يعني فلوس؟ أعزائي المشاهدين، تابعونا خلال أيام هذا الشهر الفضيل من خلال برنامج أهل الذكر، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ليرد عليها فضيلة الشيخ صالح بن محمد باكرمان.